انا اتشرفت بان طبعا كنت في النقابه وكنت سكرتير عام النقابه وكان الاستاذ اشرف وكيل اول النقابه. وزي ما انا قلت في الفيلم الاستاذ اشرف ما كانش يمضي كده بسهوله، كان دقيق جدا وحريص جدا، وحقوق الناس وحق الناس بالنسبه له مساله يعني لابد ان يكون حكم عدل فيها. تعاملت معاه انسانيا، وكان شخص نادر، كان محب معطاء. ما لا اذكر مره ان حد جه قال انا زعلان منه او عمل حاجه او قال لحد حاجه، بالعكس. وكان دايما حتى لو في حاجه كان يسكت، كنا نروح ونحاول يعني نكلمه عشان نعرف. ما كانش يقول يعني، كنت ساعات اروح له البيت عشان اعرف فيه ايه، وما رضاش يقول. لما مسك النقابة في فترة 2011 تحديدا، يعني كانت فترة صعبة جدا جدا، وانا بتكلم ان انا في النقابة طول عمري، فكنت مشفق جدا عليه. وكانت تيارات مختلفة وآراء مختلفة ولغة مختلفة ومصطلحات مختلفة، لكن الحقيقة قدر يعبر بالسفينة، وقدر انه يعدي في مرحلة نقابات كتير ما قدرتش تكمل. احنا اي حاجة بنعملها النهاردة، احنا زي ما قال استاذ سامح واستاذ محمد الداود، احنا بنكمل اللي بناه، احنا ما عملناش حاجة، احنا بنكمل اللي هو عمله، بنكمل هذه المسيرة